الكشف عن موقف أحمد علي وحميد الأحمر ويحيى صالح من المصالحة الوطنية. لنشاهد التفاصيل. كشف محامي الرئيس السابق محمد المسوري موقف ثلاثة من كبار القيادات السياسية في اليمن، وهم سفير اليمن السابق لدى الإمارات نجد الرئيس الراحل علي صالح، أحمد علي وابن عمه يحيى وحميد الأحمر وآل عفاش من المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الجمهوري. وقال المسوري في سلسلة تغريدات له على تويتر أنه تفاجأ من موقف حميد الأحمر الذي توقع أنه سيرفض مقابلة فريق توحيد الصف الجمهورية، إلا أنه تواصل معهم وحدد موعدا للقاء فور وصوله للعاصمة السعودية الرياض. فيما أكد المحامي المسوري أن السفير السابق أحمد علي صالح رفض لقاء بتوحيد الصف الجمهورية رفضا قاطعا، بالرغم من أنه تواصل معه وراسله بشكل شخصي. وأضاف المسوري أن ابن أخ الرئيس الراحل يحيى محمد عبد الله صالح أعلن بكل صراحة رفضه لتوحيد الصف الجمهورية مع الرئيس عبد رب منصور هادي ومع الشرعية والإصلاح. وأشار المسوري إلى أنه لم يلتقي بحميد الأحمر إلا مرة واحدة في ذلك اليوم، مضيفا قال للفريق من أجل اليمن وفي إطار الشرعية مستعد أن أذهب لأحمد علي ولطارق والجلوس معهما لتوحيد صفنا الجمهورية ونتكاتف جميعا لنستعيد الوطن وننهي الانقلاب وفق تعبيره. وتابع: تواصل معي بعض المقربين من أحمد علي مثل صالح أبو عوجاء وكهلان أبو شوارب وغيرهما، وأكدت لهم أنه صرح لنا بذلك. ولفت المسوري إلى أنه أصيب بخيبة أمل بعد أمله في أن تكون ردة فعل الطرف الآخر إيجابية، ساندا آراء الجانب الآخر بالتفصيل كالتالي: أحمد علي عبد الله صالح، تواصلت معه ورسلته شخصيا ورسلت مسؤول التواصل الخاص معها، فكان الرد من أنتم وكم عددكم وما أسماء الفريق؟ فشرحنا لهم ذلك وأبلغناهم بأن الفريق بكامله لن يسافر لمقابلته، وإنما وفد صغير، وطلبوا الأسماء وأرسلنا الأسماء وطلبنا تحديد الموعد، وكان ردهم حاضر، فقطعوا التواصل بعدها تماما.